أو في الحوار التونسي. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الحواري المتجدد على قناتكم قناة الكلمة الحرة. نستضيف اليوم الأستاذ اسكندر أرقيق، مرحبا بك في مرحبا قناة الحوار التونسي. مرحبا بك، أستاذ، مرحبا، أنت شكرا رئيس على الاستضافة. المكتب السياسي لحزب الأمان، هذا أول استضافة في برنامج حوارات لممثل عن حزب الأمان. ماذا بينا كان نوضحوا للمواطنين، نعرفوهم بالحزب هذايا، لأي عائلة سياسية ينتمي، شنو هي الأيديولوجيا نتاعو، شنو هي التوجه نتاعو، وشنو هي معناها كيفاش تقدموا الحزب نتاعكم للمواطنين التونسيين. شكرا سيما على الاستضافة. الحقيقة قناة الحوار إن شاء الله تكون منبر لحوار، لأنه يعني في تونس ما أحوجنا إلى الحوار بين الأحزاب ومكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي، ناشطين سياسيين، لأنه بلادنا ما تتحملش التجاذبات، وبالتالي الحوار هو السبيل، وإحنا في قناة الحوار نحييك ونحيي مشاهديك في قناة الحوار التونسي. الحقيقة حزب الأمان حزب تكون نهار 20 مارس أترافير أون فيزيون 2012. أيوة. هو دي ثلاثة أحزاب تكونت جيوس بعد الثورة، حزب تونس الكرامة، وحزب التحالف الوطني للسلم والنماء، وحزب الأمانة. وتقرر ثلاثة أحزاب، كان مفروض تكون أربعة، كان مفروض دخلنا في حوار مع الإصلاح والتنمية السي محمد القوماني اللي يرأس مكتبه السياسي، ولكن في آخر لحظة قررنا أنه ثلاثة نندمجوا في حزب سميناه حزب الأمان. اخترنا مناسبة عزيزة على كل قلوب التونسيين وتجمع كل التونسيين 20 مارس، وهو يوم الاستقلال. وأعلننا في مؤتمر صحفي الاندماج هذايا، ووقعنا بروتوكول الاندماج اللي بموجبه الأحزاب الثلاثة هذه تندمج في حزب واحد اللي هو حزب الأمان. الأحزاب زوز تحل روحها ويقع حزب تونس الكرامة ويغير اسمه إلى حزب الأمان. طيب. الاندماج هذا الحمد لله ساحة سياسية شهدت كثير من الاندماجات، لكن اليوم الاندماج هذا يعتبر مازال من أقوى الاندماجات تماسكا في الساحة السياسية وانسجاما بين نخبته وقيادته السياسية. وهذا يسبب أنه احنا متجردين من زعامتية ونحاول نركز على ما يهم المواطن وما يهم الشأن العام، ونبعد على التجاذبات داخل الحزب وحتى خارج الحزب في التجاذبات الإيديولوجية والاستقطابية. باهي، الحزب كيفاش يصنف روحه؟ لأي عائلة سياسية ينتمي؟ هو هذه المشكلة، أنه احنا في تونس نحبوا نعطيه ياسر تيكا. الحزب عنده تيكا، الحزب نتاعك، وما نقول لك تيكا اللي عنده انه الاسلام الليبرالي، معناها اليسار الاسلامي، هذا التيكا اللي عند حزب الامان. لا لا، هذا قلت لك، هذا احنا التوانسة نهواو عطينا التيكا، الناس تعطي تيكا اللي تحب، هذه سي لا بيرسيبسيون. محللين سياسيين راهو عطاو التيكا. احنا اليوم احنا حزب صنفنا روحنا حزب ميمتا. حزب ميمتا حزب بمواصفات تونسية. حزب بروح تنموية لكن وبمواصفات تونسية. نبعد على الايديولوجيا، نبعدوا على القوالب الجاهزة، لأنه اليوم مشكلة أكثرة النخبة السياسية تقولبت سياسيا في السبعينات الثمانينات القرن الماضي وقت كانت في الجامعة وكانت تنشط في الجامعة ودخلت القلب، ودخلت القالب الإيديولوجي. اليوم اللي تشهد السياسية من تجاذبات واستقطابات هي نتاج لعركة بدأت في السبعينات الثمانينات القرن الماضي والتوم تمت، وقاعد اليوم تم، وقاعدين ينصفوا فيها في تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي وبين النخبة السياسية وعلى حساب مصلحة الوطنية. احنا اليوم بعدنا على التجاذبات الإيديولوجية، صنفنا روحنا انه احنا حزب براغماتي. وين مصلحة تونس؟ وين ندور البوصلة متاعنا؟ نمشيوا للحلول، نمشيو للمشاكل، ندرسوا المشاكل ونطرحوا حلول. وبالتالي حزب الأمان من أكثر الأحزاب الناشطة على الساحة السياسية اللي عندها قوة اقتراحية، واليوم الحمد لله بالإضافة معناها مع إضافة بعض أعضاء في المجلس الوطني التأسيسي الآن انضموا لحزب الأمان، ولات عنا تمثيلية في المجلس الوطني التأسيسي، ولينا نخدمه بطريقة أنه نقدموا اقتراحات، نقدموا قوانين. وآخر مبادرة، والمبادرات جاية إن شاء الله في المستقبل، في قضية حيادية المساجد، وعندنا مبادرة أخرى في قضية الانتخابات والمجلة الانتخابية، في قضية الإعلام وكيفية نضمن حيادية واستقلالية الإعلام، ونقترح آلية والقضاء كيف عندنا رؤية في الموضوع القضاء. احنا اليوم حزب الناس تصنفنا كيما تحب تصنفنا، والناس تهوى التصنيف في تونس، هوايتها التصنيف، يحبوا يعرفوا اقتصاديا. مثلا اقتصاديا حزب اليوم اليوم الاقتصاد العالمي ماشي، والطاغي اليوم في الواحد هو الليبرالية الرحيمة.
الليبراليه الظاهر اللي كان طاغي الرحيم كان جات طاغي الرحيم راه ولا باس معناها هو هو هو, هو اليوم الليبراليه اللي فيها الحوكمه والشفافيه هذا هو الموديل ايكونوميك اليوم اللي ممكن مش ينقذ العالم من الازمات اللي تعصف به من اللي بدات ازمه 2008 لانه بدات ازمه اقتصاديه لانه دخلنا في سبيكولاسيون ودخلنا في التدوير في الفارغ ودخلنا في هذاك ماهيش هي ماهيش هي الليبراليه ماشي لا ليست الليبراليه هذيك المفهوم الاقتصادي هذيك الليبراليه الجشعه الليبراليه اللي ما تخافش ربي الليبراليه اللي 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 تطحن الفقير والزوالي وتحب تقوي الغني باهي والليبراليه اللي تخاف ربي كيفاش الليبرالية الرحيمة هي اللي عندها توازن لأن يعني كل شيء يعني يجب يكون متوازن وحرية المبادرة لأنه الإنسان بطبعه يحب يكون حر حرية الفكرية حرية حرية التعبير جيوا في الحرية الاقتصادية ونقيدوه نطلق الحرية الاقتصادية للإنسان الإنسان طبعه يحب يتملك يحب يبني يحب يرى شيء خلال صغيراته يحب يفكر يحب يبدع فالإبداع احنا نقول حرية الإبداع الفكري والإبداع الثقافي والإبداع الفني وحرية التعبير نجيو الحرية الاقتصادية نبدأ نقيدوا فيها فهمت وهذا ايش خلى اليوم واسمع كي تقيد الحرية الاقتصادية يكثر التهريب يكثر التهرب الجبائي يكثر كل ما انت قيدت الحريه كيما الحريه الفكريه والحريه الابداع والحريه الفن وكل نفس الشيء راه ينطبق وبالتالي احنا نحبوا نطلقوا حريه المبادره في الاقتصاد لكن بضوابط بحيث انه ما ننساوش اللي ما عندوش امكانيه الحريه الابداع ليميتي ربي خلقه ليميتي يحب ما نجمش ينافس فهذاك تقرا له حسابه في الليبراليه الرحيمه هذاك تقرا له حسابه وتخلق له اليات دي ميكانيزم باش طلعوا معك والعمال هذاك هو هذاك فما انسان بروموتور عقليته بروموتور لكن ندخل نقولوا الحريه الاقتصاديه وزاد باش تعصفوا شويه لما العمال كيفاش نتعصفوا على علاش تعطيهم حقهم اليوم فما عقود العمل واضحه العلاقه اللي تنظم بين البروموتور وبين اللي من حوله من اللي مش يستعين بهم احنا نسميهم لي اسوسي نتاعو اللي هم بالفعل دي اسوسي شركاء اقتصاديين سواء كان عارف ولا كان عامل هم شركاء اليوم التيكا والاتحاد العام للشغل شركاء وهما يلزمهم يخدموا بالعقليه هذه اذا كان مش يصير هناك تجاذب مره اخرى احنا نعيشوا في تجاذب النخبه السياسيه نكملوا نعيشوا تجاذب النخبه الاقتصاديه البلاد تفكت من بعضها وتفتقت من بعضها باهي واضح يعطيك الصحه سي اسكندر على البسطه هذه يعني حزب ميمتي كما قلت ميمتي. بمواصفات تونسيه بعيد عن القوالب القديمه والتصانيف لا الايديولوجيه لا حاشنا باش نجيبوا قوالب جاهزه لا من الشرق ولا من الغرب لا من الامبرياليه الامريكيه ولا من القوالب الجاهزه نتاع الاشتراكيه الشيوعيه اللي اندثرت وماتت واللي الناس مازالت تحب تحيها من اول وجديد عيب عليهم باه لا مش انا ربيعينهم اللي يحب ينفخ في صوره واحد مات وتفناه ربي يعينه باهي خلينا في خلينا ندخلوا توا بعد ما خذينا فكره على حزب الامان فكره يعني عامه خلينا ناخذوا موقف حزب الامان من الحراك السياسي اللي قاعد نعيشوا فيه ولا تعيش فيه تونس هالايامات سواء داخل المجلس التاسيسي او خارج المجلس التاسيسي خلينا نبدا لك بالسؤال الاولاني اكثر الحديث الايامات هذه على انه يعني حزب الامان كما قدمته لنا هكايا حزب يقول انه ما عندوش ايديولوجيا مصنف على انه معناها مع يحب على الليبراليه اللي تخاف ربي قريب شويه من حركه النهضه في توجهها الاقتصادي الليبرالي ما تروحين انتم حسب ما عندنا في من اصداء انكم تنجموا تدخلوا في التحالف الجديد طبعا بعد سعي حركه النهضه لتوسيع الترويكا فما اتصالات معناها رسميه ولا سمعتوا الكلام هذا وشنو موقفكم من امكانيه انكم تكونوا شريك في تحالف سياسي جديد لقياده تونس في المرحله هذه والله يشوف طريقة تشكيل الحكومة بين الترويكا كنا من الأول احنا مختلفين معناها مخالفين الرأي حول كيفية تم المحاصصة السياسية طيب. احنا كنا نأمل أنه الدعوة اللي أطلقها سي مصطفى بن جعفر لحكومة مصلحة وطنية كان نتمنى أنه صارت بل زدنا على ذلك احنا قلنا يجب معناها حيادي يجب تحقيق حياديته منصب رئاسة الجمهورية ومنصب رئاسة الحكومة والنأي به على الأحزاب والبعد به على الأحزاب وبالتالي نواصلوا في الفترة الانتقالية هذه فترة صياغة الدستور والفترة التأسيسية هذه بأقل خسائر ممكنة اللي سببتها الاستقطابات الإيديولوجية والشرخ اللي سببته النخبة السياسية فيما بينها لكن مع الأسف لا الترويكا والنهضة والمؤتمر والتكتل التكتل كان يدعو إلى حكومة المصلحة الوطنية وتمنينا أن الكل
اسمع الاقتراح هذا. لا النهضة رضات هي دعات إلى توسعة، لكن في الحقيقة في الباطن هم حبوا أكثر يأخذون نصيب الأسد، يأخذون نصيب الأسد من الحكومة. ونصحنا وقلنا راهو يا ناس الحكم مش سهل ويزمو خبرة، وراهو يلزم حكومة كفاءات، ومش قضية أنه الولاءات تضغى على الكفاءات. فهمت؟ هذا حذرنا منه من اليوم الأول. ثم ما رعنا إلا تكونت الحكومة وصارت المحاصة، وجات حكومة ما زالت تتعلم تنقصها الحرفية في الأداء، وجات رئاسة جمهورية وطاقم حول رئيس الجمهورية كذلك ما زال يتعلم وتنقصه الكفاءات. لكن اليوم التمسنا الأعذر، لأنه اليوم احنا ما زلنا في سنة أولى تحضيري للديمقراطية. أغلب الآن الناس دي في الحكم ما مارسوش الحياة العامة الطبيعية لا في تونس لا خارج تونس، يما كانوا ملاحقين ومشردين سواء في السي بي ار ولا في التكتل ولا في النهضة، وإلا كانوا داخل تونس مضروب على أيديهم ويمشيوا الحيط الحيط، وبالتالي ما كانوش داخلين في الدورة الاقتصادية الدورة التسييرية للشأن العام في البلاد. ومن السهل أن تكون معارض، لكن من الصعب جدا أنك تمسك بزمام الأمر وتسير دولة وتسير دولة بدولة. فالأخطاء كثرت لا شك أنه الأخطاء كثرت، لكن احنا من نهار الاول حزب الامان كان دائما مع الشرعيه، لانه ما فماش خيار اخر انه الا انه الشرعيه تكمل الفتره الانتقاليه هذه المؤقته وتسلم المشعل الى حكومه اخرى ورئاسه جمهوريه اخرى ومجلس برلماني اخر اللي هو يكون شرعي ودائم، لانه هو الان الشرعيه لكن شرعيه مؤقته وليست شرعيه دائمه. احنا انتقلنا من اللا شرعيه، يعني حكومة الباجي قائد سبسي ومحمد الغنوش حكومة الباجي قبسي كانت حكومة توافقية لا شرعية، وانتقلنا إلى الشرعية المؤقتة تمنينا أنه هي تكون كذلك توافقية، لكن ما صارش أنه كانت توافقية، فصار هناك شق معارض وشق حاكم، والشق الحاكم يرى أن المعارض قد يرمي له العصا في العجلة، والشق المعارض يرى أن الحكومة هذه يزمها تطيح ويزمنا نبدلوها بحكومة انقاذ وطني ويزمنا ننقلبوا على الشرعية. وهذا هو التجاذب اللي وقعت في تونس، واللي أكبر خاسر فيه هو المواطن، أكبر خاسر فيه هو التاجر الصغير، أكبر خاسر فيه هو العامل الصغير. وزاد الطين بلة أنه كثرت، معناها اختلط الحابل بالنابل، وكثر وارتفع السقف المطالبات العمالية والنقابية وكذا، والكل يحب. احنا عندنا 800 ألف بطل الأولى، وحاول يعبر عليها رئيس الجمهورية بطريقة ما كانتش موافقة في صبات وقلصيتة وكلام معناها نوعا ما غريبة على خلينا ما نبعدوش، خلينا ما نبعدوش على الموضوع حتى نجيوه للمحاولة اللي طرحتها كل بالوحد. أنا جاي أعطيني حزب الأمان اليوم بش يدخل في معني بالتوسيع. أنا قدمت مقدمة معني بالتوسيع متاع تراكا ولا لا؟ رسميا لا، رسميا اليوم ولا حتى وراء الكواليس لم يتم الاتصال بنا في إعادة تشكيل الحكومة هذه لغاية الساعة هذه وقتنا ندخل الاستوديو. فما أصداء سمعناها كيف ما سنتي سمعتها في الوسائل الإعلام تتردد من نهار مؤتمر النهضة، بدأت بعض الجرائد الإلكترونية تقول أنه فما إمكانية لتوسيع الائتلاف الحكومي بعد تصريح السيد رشيد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وشافوا مثلا سي سليم الرياحي في الصف الأول في مؤتمر النهضة، فبدأت الأقلام تسيل حبرا وتكتب على إمكانية دخول الاتحاد الوطني الحر للحكومة. كذلك اسكندر قيق أقحم به في الموضوع، وقيل أنه كذلك ترتب له وزارة أو هو يستجدي في وزارة. للآن لليوم لم نسمع أي شيء، ونحن لسنا وراء أي منصب وزاري الآن. نحن بصدد بناء حزبنا، حزبنا مازال ناشئ، حزبنا يحتاج كثير من الجهد والإمكانات المادية والبشرية وتوحيد الصفوف صفوفه. لكن إذا كان هذا الخبر أو الإشاعة هذه صحت وجانا اتصال رسمي للدخول في ائتلاف حكومي، سوف نتدارسه في مؤسساتنا، مكتبنا السياسي ومكتبنا التنفيذي، والقرار سيكون قرار جماعي. كذلك هل الحكومة هذه ما زالت لها 6 شهور ولا ما زالت لها، فمن يقول أنه ما زال لها عام لبعد رمضان الجاي الانتخابات في مش تكون في خريف 2013 في عوض مش تكون في ربيع 2013. هذا الكل يعني اللي مش يدخل الأم اليوم باش يساهم في مع مجموعة مع حكومة في إدارة الشأن العام وأصلاح ما يمكن إصلاحه يلزم ياخذ فترة تكون معتبرة، فبالتالي أشهر لا يمكن أنه الإنسان يعمل شيء. ربما إذا كانت أكدنا أنه هناك فترة طويلة هذا سيتم مناقشته
كما قلت لك داخل مؤسسات الحزب، وسوف نأخذ القرار إن شاء الله الصائب اللي فيه الحكمة والمصلحة للحزب وللشأن العام. طيب. وسوف نغلب دائما مصلحة الشأن العام على المصالح الحزبية الضيقة. باهي خلينا في مصلحة الشأن العام الآن. مصلحة الشأن العام هي اللي يعني قاعدين في حزب الأمان تخليكم يعني حزب هادئ بعيد عن التشنج، بعيد كما قلت أنت على منطق تخوين المعارضة وحتى العسل العجلة في الحكومة. باهي المنطق هذايا كيفاش نجموا تقيموا به عمل هذه الحكومه، خاصه وانه برشا معناها اليوم تحاليل وبرشا اقاويل تنجم تنسبها انت للمعارضه هذه اللي تحط في العصا في العجله، تقول لك الحكومه هذه ماهيش ماشيه بين نحو ديمقراطيه وانما نحو ديكتاتوريه ناشئه، انطلاقا مثلا ناخذ مثال التعيينات على الولايات والمعتمدين اللي المقياس الاول كان معناها انتمائهم السياسي وليس الكفاءه والحنكه في الاداره كما انت طرحت. كيفاش تعلق على النقطه هذه؟ والله شوف، هو لا شك ان الحكومه ادائها وحتى رئاسه الجمهوريه ادائها مرتبك وقد قلنا في اكثر من مره، يعني في اكثر من ازمه صارت لمحنا الى الارتباك هذا والى التخبط هذا في القرارات. لكن اليوم أن نوصل نقول أن الحكومة هذه هي بصدد البناء لديكتاتورية جديدة، هذا نوعا ما مشينا أكثر من لازم في قضية الكونسبيرسي ثيوري، يعني نظرية المؤامرة. احنا عندنا التجربة متاع بن علي معناها 87-89 نحبوش تتعاود. أكيد أكيد أكيد. أنا أول شيء احنا لسنا بالخبي ولا الخب يخدعنا، وكما قلت لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، يعني الشعب التونسي شعب فاهم. هو مش نفس الجحر، مختلف. أي أي أي, 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 أي نعم. لكن الجحر الديكتاتورية واحد. الجحر الديكتاتورية صحيح. واحد هو. اليوم كانت ديكتاتورية تجمع ولا جاءت ديكتاتورية حزب آخر نهضة ولا ترويكا ثلاثية تحب ترسخ للديكتاتورية، أنا نظن أنه هذا مشينا أكثر من لازم في نظرية التخوين ونظرية المؤامرة ونظرية كذا. أنا نظن أنه اليوم عندنا حزب مهيكل فيه مناضلين فيه انضباط، بقية الأحزاب متشرذمة. ضعف بقية الأحزاب il faut pas diaboliser الحزب اللي هو يعني ضعف بقيه الاحزاب اللي خلينا نحط ولات نهضويين. شوف نرجعوا لقضيه التعيينات. شوف في اي ديمقراطيات اليوم عندما واحنا جايين لقضيه الولات، احنا طارحين ان الولات يكونوا منتخبين في الدستور الجديد ان شاء الله. اليوم قضيه الكلي بوست لي بوست كلي الاماكن اللي هي مهمه جدا ومفاصل الدوله، من حق اي حزب حاكم او اي ائتلاف حزبي حاكم ان يعين الناس اللي يثق فيهم باش ينفذوا له برامج. إيه على الأرض. في فترة عادية، احنا قلنا هذه فترة انتقالية ولا بحث عن التوافق إلى غير ذلك. فهمك حاجة لازمك تفهم أنه زادة الترويكا ليست منزهة، الترويكا عندها استحقاق انتخابي جاي وبالتالي تخدم في روحها معناها الانتخابات الجاي. لحظة بالله، أنا مش أنا دافع عن أن حل في وضع. الترويكا عندها استحقاق انتخابي جاي والمعارضة عندها استحقاق انتخابي جاي، واللي خزاد الطين بلة الكل ينظر إلى الصندوق وبالتالي في سبيل الوصول للصندوق هذا يحب يعمل إنجازات على أرض الواقع باش نهار آخر تتحسب له وتعود تتكيش له أون فورم أصوات وهذا يحب يرفع صوته ويعارض ويقول جمهورية الموز ويحب كذا باش يقولوا له والله ما شاء الله عليك أنت معناه مهف وأنت قوي وأنت كذا وزاد أعطيك صحة مش نعود لك ننتخبك مرة أخرى. فالكل يتحرك على هالصندوق المحنون هذا اللي مش يجي بعد عام ولا بعد ستة شهور. اليوم أنا نحل في الوضع، ائتلاف حاكم في أي دولة في أي ديمقراطية ناشئة سوف يحاول أن يعمل برنامج يحقق له مصالح ويحقق له نجاح ويقول أنه يستطيع أنه جدير بأنه يحكم، جدير بأنه يكون فاز بثقة المواطن وثقة الناخب. وبالتالي اليوم إذا كانت تحط له والي ما يتجاوبش معه وتحط له كاتب دولة ولا مدير في إدارة أساسية ولا بي دي جي في إدارة أساسية ما يتجاوبش معه وتحط له ربما أنا أقول هذا قول رئيس الحكومة والحكومة وتحط له محافظ بنك مركزي، ربما أنا كنت من أكثر المدافعين على السيد محافظ البنك المركزي سي مصطفى كمال نابلي إلى غاية 3 أيام ولا 4 أيام التالي عندما جاء أمامي ملف استغربت من الملف هذا، يعني استثمار أجنبي $6 مليون جاي يشري في شركة تونسية مشهورة في تونس مش اسمه قولها في التلفز عندها ديز أوتلت، الشركة دي تحب تكبر جاي باستثمار أجنبي $6 مليون مش تدخل مش تكبر رأس المال بنسبة أقل من 30%.
الملف في البنك سنترال متعطل والفلوس ما نجمش تدخل لتونس والشركة هذه ما نجمش تستفاد من زيادة رأس المال لمدة أكثر من 8 شهور الآن. ما تحل الملف وما تصحح إلا إليا من با يون سومان قبل. هل البديل المطروح الآن معناها؟ لا أنا اليوم نرجع للشاهد القول قول أنه أي ائتلاف حاكم يحب ناس من حقه يجيب جماعته معناها من حقه يجيب حتى ناس حتى ولو في فترة انتقالية ونرفع فيها شعارة التوافق حتى شوف ايه. حتى لو في فترة انتقالية لأنه خاصة في مفاصل مهمة في الدولة وهذه كل الديمقراطية تعمل بها ومفهومة. فما قراءة هنا تقول لك اللي الترويكا وحركة النهضة بالأساس قاعدة مش تفركس على إنجازات وإنما قاعدة تكتسح في الإدارة باش كما قلت أنت بعد 6 شهور باش يمشيو علاش باش يمشيو غدو الحي غدو الحي ينجح نداء تونس ولا ينجح حزب إكس ولا حزب جريج ولا اللي هو ولا حزب الأمان ولا حزب الأمان يجيب جماعته معناها أكيد هذه كل الديمقراطيات. أنت عندك برنامج أنت يزمك تجيب ناس. أول شيء شرط الكفاءة ضروري مهم جدا لازم نجيب ناس أكفاء. لكن أنا غدو الحي حزب الأمان يفوز في الانتخابات ويمشي يحكم البلاد مش إذا كان الولايات مش ينتخبوا مش يتم انتخابهم هذاك اللي تعطيه الصندوق صح عليه. وإذا كان الولاد مش ينتخبهم بالتعيين ولا محافظ بنك مركزي ولا كذا راهو الحزب الحاكم هو اللي يعين الناس في مفاصل الدولة اللي مش تمشي في برنامجه ومقتنع ببرنامجه. يعني مش معقول اليوم أنه نجيب ناس والي من المعارضة نخليه وانا حكومة ائتلاف حاكم ونحط واحد من المعارضة وفي والي ما تجيش ما تجيش حتى لو مش تشوف إلا أنك تدخل لائتلاف الحاكم يا تدخل لائتلاف الحاكم وقتها نعمل محاصة ونتفق على برنامج مشترك. هو الإشكالية وين الترويكا اليوم ما عندهش برنامج مشترك. هذه اللي خلى كذلك داخل الترويكا معناها الكل يغني على ليلة كل واحد يعني بما لديه فرحون. يعني اليوم النهضة عندها برنامج والتكتر عنده برنامج والسيبير عنده برنامج حتى حاكم قبل ما يكونوا لائتلاف الحاكم يعملوا على الأقل ملخص برنامج مشترك يطلعوا به للشعب التونسي يقولوا هذا برنامجنا على كذا كذا وراه السفراء والولات والمعتمدين والبي دي جيات في بعض البنوك الحكوميه وبعض الادارات الاساسيه في الجبايه في كذا هذوما والماليه وكذا هذوما باش نحطوهم من جماعتنا ونتفقوا فيما بينهم لانه هذا برنامجنا هو ملتزمين بالتنفيذ البرنامج برنامج 12 شهر 18 شهر اللي هو معنا. طيب به يعني هل الحديث هذا حول يعني انتقاد الحكومة أو وين الأحزاب والقوى السياسية تحط نفسها معناها في علاقة بالحكومة حسب الكثير من المحللين السياسيين هو نتيجة لانخرام التوازن السياسي اللي أفرزته طبعا انتخابات 23 أكتوبر الماضية وعطت أغلبية ولو نسبية لكنها أغلبية شرعية لحركة النهضة ولباقي الأحزاب اللي شكلت معها تركيا أو ما تبقى منها. نعرف الانقسامات اللي حصلت في المؤتمر من الجمهورية وفي التكتل من أجل العمل والحريات. مقابل ذلك فما مجموعة من الأحزاب قاعدة تتموقع وقاعدة تلقى في يعني لقاءات وتقاربات لتأسيس جبهات انتخابية أو لتأسيس أحزاب كبيرة. طيب نحب نعرف موقف حزب الأمان، هل أنه معني بالاندماج في إحدى هذه الكتل القاعدة تتشكل أو أنه في حد ذاته هو يعتبر نفسه قوة سياسية قادر على استقطاب أحزاب وقوة سياسية أخرى؟ لا، احنا بصدد المناقشة الجدية مع عدة أطراف فاعلة على الساحة السياسية للبحث عن انه نعمل اندماج اخر. احنا نؤمن بالاندماجات. عمل جبهات، كلمه جبهه معناها انت انتخابيه، جبهه انتخابيه مش تمشي ضد شخص اخر وتزيد في الاستقطاب لكن ينسمي ائتلاف انتخابي حتى اللغه ماذا بين احنا دائما نبحث عن اللغه التوافقيه اللي ترطب الاجواء لانه شعب تونس شعب من الاول مسالم وهالتشنجات والاستقطابات هذه عمل ثوره لكن ماذا بينا الآن المارد خرج من القمقم ما يزموش يقعد ديما في الثورة موت. الثورة يزمها ترجع من ثورة الحناجر إلى ثورة العقول والعقلانية، يزمها نتصفه بالعقلانية ونتصفه، والمارد يزم يخرج للبناء تو مش للصراخ وللمطالبة. يعني يزمك اليوم ما تستناش باش يعطيوك انت باش تجم تقدم. لازم تكون جبهات تبني معناها تقترح. لا، الجبهات هي مصطلح انا نحاول سياسيا ابتعد عنه لان انتقي كثير من الاحيان انتقي الالفاظ. ائتلافات انتخابيه ممكن وهذه وارده، لكن احنا نؤمن بالاندماج. الاندماج اللي فيه التجرد من الزعامتيه والتركيز على برنامج والكل يخدم. واليوم نجم نكون انا في مكتب سياسي وغدو حين نصبح انسان مناضل عادي في الحزب قاعدي
والعكس صحيح. يلزم المشكلة احنا جاتنا الديمقراطية والزعامتية ضغط على على انا اليوم كي كنت رئيس حزب الان صرت رئيس مكتب سياسي وفما شكون رئيس حزب يرأس الحزب ما لم يتغير مني شعره فهمت، وغدوة حين نصير انسان عضو عادي في مكتب سياسي كيف كيف، ويجي شخص اخر يستلم رئاسة المكتب السياسي في سبيل ان نحقق اندماج ونحقق قوة اكبر مرحبا بي يا اخي. شكون الاطراف اللي تنجم تسمينا القراب بخلاف سي القوماني؟ عفوا لا اي احنا سي القوماني حاولنا في المحاولة الاولى في الاندماج وما تمتش، لكن ربما وارد انه نواصلوا التفاوض معه. لكن احنا الان تفاوضوا فما حركة وفاء بقيادة سي عبد الرؤوف العيادي، عنا بدينا نحكيه بجدية مع حركة وفاء تفاوض على 3000 شيرة سمعنا بها تفاوض مع جبهة شعبية 14 جام في توا هو معكم. اي احنا هو الناس الكل تفاوض طبعا، انت الان احنا نتفاوضوا مع حركة وفاء ونتفاوضوا مع، وكنا في وقت من الاوقات نتفاوضوا مع الحزب الوطني التونسي اللي تشكل من 14 حزب دستوريين بورقيبيين في وقت من الأوقات. أنا إحنا حزب الأمان قبل ما ندمجوا في حزب الأمان تفاوضنا مع مع الحزب الوطني التونسي، واللي بعد سمعنا أنه هو كذلك انقسم وجزء منه عمل للتحالف الوطني مع سي محمد جغام، والجزء سي لطفي المراحي، وجزء آخر مشى مع الآن ربما في نداء تونس، وزادت صار انقسام آخر. يعني شوف الناس كل تحكي مع بعض وهذا هو شيء صحي في البلاد اليوم، انه مادام فما حوار واحنا في قناه الحوار، مادام الحوار متعدد الاطراف والانسان ياكل ويقيس وفي الاخر يغلب مصلحه البلاد على المصالح الشخصيه. اليوم نحكي مع حركه وفاء، نحكي مع التيار الاصلاحي داخل الحزب الديمقراطي التقدمي في مجموعه في اكثر من جهه، نحكي على الخيار الثالث، تيار الخيار الثالث اللي خرج من التكتل، فهمت كيف؟ معناها الخيارات مفتوحه، مستقلين كذلك فما ياسر مستقلين موجودين في المجلس الوطني السياسي نحكيو معهم، متقاربين معهم في الرؤية، متقاربين معهم في الرؤى. يعني اليوم من هنا سبتمبر نوفمبر، من هنا سبتمبر اكتوبر الجاي يلزم الساحة السياسية والمشهد السياسي يعود يتشكل ويعود يتنظم، لأنه لا يمكن تشرذم هذا أنه يخلق قوة سياسية فعلة في البلاد. اليوم عندنا كما قلنا حزب قوي مهيكل منضبط، الكتلة الوحيدة اللي في مجلس الوطني التأسيسي ما اهتزتش، يعني الكلهم الولاءات تغير في، لكن السي بي ار خسر نص أعضاء، والتكتل خسر أعضاء، العريضة خسرت معظم أعضائها، الناس كانت في الكتلة الحرية عدم تقلة الحرية والكرامة والكرامة مع الحرية وعادت خلط أوراق من أول جديد. حتى قبة المجلس التأسيسي اللي هي نخبة النخبة اللي أفرزها الصندوق اليوم ما زالت تبحث، كل واحد يبحث على الموقع متاعه، لكن حان الوقت أنه نتجردوا من الزعاماتية ونبنيوا أحزاب سياسية فاعلة، لأنه اليوم الفاعلية في خدمة الوطن تتطلب، يعني يطلبها شعار اللي رفعناه احنا تونس أمانة، أمانة في عنقنا وأمانة في عنق كل تونسيين. وأنا نقول أنه في حزب الأمان تونس هي أمانة لينا احنا برك، هي أمانة الناس الكل، والأمانة راهي تستوجب المسؤولية، وبالتالي الإنسان لازم يكون مسؤول ويغلب الروح المسؤولية والعقلانية على المصلحة الذاتية والشخصية. طيب به حزب الأمان هذا الحزب الهادئ المسؤول شفناه يعني مؤخرا قام ب يعني ملتقى يعني عنوانه العريض هو تحييد المساجد، وكان يعني تمكن هذا الملتقى من استقطاب مختلف وسائل الإعلام، وسلطت عليه يعني العدسات الكاميرا، وحب نعرف يعني شنية وصلتوا بعد هذا الملتقى. نعرف أنه برشا فاعلين سياسيين سواء يعني من الإسلام السياسي أو من خارج حتى دائرة الإسلام السياسي حضروا وشاركوا يعني في هذا الملتقى. شنية أهم الخطوط العريضة اللي خرجتوا بينها يعني بعد هالتظاهرة هذه حول تحييد المساجد أيام قبل يعني دخول شهر رمضان الفضيل؟ شكرا. الحقيقة هي بدأت أول حلقة في سلسلة سميناها الأمان في الشأن العام. الأمان في الشأن العام احنا طموحنا أنه نحقق السلم الاجتماعي وندير بلادنا بكل هدوء بكل عقلانية وبلاش تشنج، نضع أصبعنا على موضع الداء وين فما إمكانية لتعكير الجو وخلق تجاذبات حول الموضوع. احنا ناخذ الموضوع هذاك ونطرحوه وندعيه لكل أطياف الناشطين السياسيين والمجتمع المدني
في جلسة حوارية مائدة مستديرة نناقشوها، ثم ربما بعد هذيك الجلسة اللي مش تقرروا المجموعة مش ننفذوا، يا اما نوقفوا غات وموصلناش للتفاهم، ولا تنبثق تنسيقية للمبادرة هذه. احنا اليوم اول باكورة هذا الشيء واخترناه بمناسبة شهر رمضان الفضيل، قلنا المساجد. المساجد هذه ولات بؤرة، هي مفروض هي انسان يدخل لها مطمئن، يدخل لها معناها في 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 سلم، في سكينة، لكن ولات المساجد مشكلة لدى الانسان التونسي عامة، لانه فما مساجد يهبطوا الائمه وعرك ومعروك والقفل تتبدل وبانديه يدخلوا للجامع وحسيل ولات. كما شفنا في تونس يعني زوز خطباء جمعه ناس تصلي منا وناس تصلي منا في نفس الجامع. هذه هذه من المضحكات المبكيات صراحه اللي وصلنا لها بعد الثوره، وهي هذه الحريه اليوم اللي احنا وبالتالي حبينا نجمعوا كل اطياف المجتمع، واقترحنا انه ربما لما لا مجموعه احزاب اكبر من يمكن عدد من الاحزاب يقدموا مقترح لقانون تاسيسي، قانون دستوري يتحط في الدستور، كيف نضمن حياديه واستقلاليه المساجد عن العمل الحزبي والتشنج الحزبي الضيق والصراعات الحزبيه الضيقه، ونعطي اليات لإدارة هذه المساجد. اليوم المساجد كيما الإعلام كيما القضاء يعني مؤسسة يزمك تعطيها، فما وزارة تشرف عليها. لا اليوم حتى القضاء ما نحبوش يكون عليه وزارة العدل تشرف عليه، يعني القضاء نحبو نعطيه واستقلالية، والإعلام ما ثماش وزارة إعلام تشرف على الإعلام. يعني اليوم احنا نحبو هالمساجد هذه نتفقوا في ميثاق شرف يصححوه كل اللي يطلعوا على المنابر وكل أنه هذاك هو ميثاق الشرف في كيفية نظرتنا للمسجد. وشنو هو المسجد ودور المسجد في المجتمع كيما دور الاعلام دور القضاء دور اي مختلف شويه. ذا الاعلام مش فماش واحد تقول لك باش تفرج في قناه الحوار التونسي باش تمشي للجنه، اما كي لا ولا اذا كان باش تحكم بالعدل معناها مختلف. الدين حساس شويه، الدين حساس طيب يعني مش قرنوه بالاعلام او القضاء او حاجه اخرى. الاعلام يغسل المخاخ. ما تقليش الاعلام اكثر شيء ياثر في العباد اكثر من منبر المسجد، لان المسجد تمشي له مره في الجمعه، خمسه مرات في النهار. لا ما تسمع 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 من المنبر خمس مره في الجمعه، وربما درس ولا زوز دروس في الليل في وسط الجمعه. لكن الاعلام اللي بومبارديك اليوم هذا هو الاعلام اذا كان ما يتحيدش وما يبعدش على ثم قنوات دينيه كذلك معناها تفعل فعل اكثر من المساجد. الاعلام اليوم احنا عطينا الاعلام التونسي، الاعلام التونسي كيفاش ننظروا له، والمساجد التونسيه كيفاش ننظروا لها، وشكون سلطه الاشراف فيها، والى متى هي سلطه اشراف، الى وين هو سلطه اشراف ولا سلطه اداره، والقضاء كيف. يعني الفكره بالنسبه للمساجد هي انها تخرج عن اشراف وزاره شؤون دينيه. لا 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 ما تخرجش على الاشراف ديما فما سلطه اشراف، لكن سيتور ريجولاتور ني با ان اوبيراتور. اليوم المسجد خلى المساجد تعيش في حاله تشنج اليوم، انه انا ما نرضى تعرف انت الامام اللي يصلي اذا كان اللي وراه ما هماش راضين بامامته لا صلاته المقبوله، وبالتالي احنا ماذا بينا نخلق زادة حاله من التوافق والسلم الاجتماعي داخل المسجد. وهذه كيف نوصلوا لها؟ ما نحبوا بالديمقراطيه، احنا ونديو بالديمقراطيه، لماذا لا نمارس الديمقراطيه في داخل المسجد؟ وبالتالي الاهالي والمصلين اللي يترددوا على المسجد ورواد المسجد هم اللي ينتخبوا ادارتهم، وادارتهم هي ترشح 5 أو 10 ائمه، والوزارة السلطة الإشراف هي تنتقي واحد بعد ما تتأكد من كفاءته وحرفيته وبعد ما يوقع على الميثاق الشرف. هل هي قادرة اليوم أنها باش تنتقي أو باش تشرف بأي طريقة؟ شفنا فما مساجد يعني خرجت معناها بطريقة كلية عن إشراف وزارة الشؤون الدينية، وهنا موجودين ومرحبا بك. هذا شفناها في عدة أماكن. ميلزمهاش احنا التو إذا مش ندخلوا في تنظيم المساجد، ميلزمهاش المساجد مملوكة للدولة. هذا قرار. احنا فما في دول أخرى المساجد مملوكة للأوقاف، أوقاف المسلمين وجمعيات وقفية. اليوم احنا مساجدنا مملوكة للدولة، 5000 واش مسجد مملوكين للدولة، منهم 1800 يقام فيهم صلاة الجمعة. هذه المساجد إذا هي مملوكة للدولة، الدولة تشرف عليها وكريجولاتور اليوم، بالإضافة لوزارة الداخلية، وتصير جمعيات أهلية. احنا اليوم الجمعيات الأهلية هذه فما عندنا جمعية الصحفيين وجمعية القضاة وجمعية العشر ونقابة الأمن ونقابة طلعت إلا الجمعيات الأهلية اللي ممكن تدير الجوامع والجمعيات الأهلية. ثم جمعيات قاعدة تدخل في الجوامع بطريقة يعني احنا ما نحبوش بطريقة هذه، نحبوها في الإطار في الإطار منظم مرتبة، انتخابات شفافة تشرف عليها هي انتخابية مستقلة في إطار الجوامع. هذا هو هذا المقترح اللي خرجتوا به. هذا لا هذا ما خرجناش، هذا قدمناه. كيفاش تفاعلوا معاه الأطراف الأخرى؟ والله فما شكون احنا عندنا اجتماع آخر الأسبوع هذا.
يعني تكونت لجنة تفكير وتنسيقية للمبادرة. ولجنة التفكير هذه سوف تصيغ المسودات والورقات اللي مش نقدموها، سواء مش نعطيهم ومش ندعيهم بعد إلى ندوة وطنية ونزيد نوسع الحوار، لأنه هالمشاكل هذه كلها ما تتحل إلا بالحوار وبالإقناع. الحجة بالحجة، وتجادلني بالتي أحسن مش بالتي أخشن، وننتقي الألفاظ، فهمت؟ وبدون تشنج، ونوصل للحل، نوصل للحل توافقي، فهمت؟ اللي يضمن أنه هالمساجد هذه شنو نحبوها نبعدوا بها على الصراعات الحزبية والصراعات السياسية الضيقة، ونخليها جوامع ومساجد معناها يذكر فيها اسم الله، ولكن زادة يهتم فيها بالشأن العام. لأنه اليوم من النظافة هي من الشأن العام، البيئة هي من الشأن العام، ثم إذا كان إمام يطلع ويحكي في البيئة ولا في النظافة ولا في 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 العمل البلدي ولا في كذا بدون ما يسمي، بدون ما يصرح على أسماء أو كذا أو كذا، هذا ما ليش لا بأس فيه، لأنه اليوم هذه هي معناها الناس الكل تحكي في الشأن العام إلا المنبر نحبوا نحيدوه عن الشأن العام. لا يمكن تحكي عن الدعاية السياسية، نحيدوه عن الدعاية السياسية. يعني شفنا أيما مثلا فما أيما ولا يكفروا في من يعارض الحكومة مثلا، هذا لا، هذا غير مقبول، هذا يجرم بالقانون، هذا يجرم بالقانون. وسوف نحاول أنه ندفع قانون أنه من الإمام اللي يغلط ولسانه ولا يتكلم ولا ينشر حزب ولا يكون بوق سياسي لطرف معين، هذا يهبط من المنبر وربما حتى يعاقب بخطية ويعاقب حتى بالسجن إذا لزم. ما تقوليش حرية التعبير، أنت وقعت ميثاق شرف واستعملت المنبر لأغراض حزبية ضيقة، أنت تتحمل مسؤوليتك، فما قانون يضبط العملية. طيب، هذا اللي نحب نوصل له، هذا حلم نحب نوصل له. طيب باهي فكرة يعني ومشروع جاي. أنا ندوات أخرى جاية في قضية المجال الانتخابية، آليات الانتخابية الجاية مازالت معناها ضبابية كبيرة ياسر على نحب نكون قوة اقتراحية مع مجموعة أحزاب لنتفقوا حول آليات انتخابية جيدة. الكل قاعد يدور في المجلس الوطني التأسيسي، علاش احنا قلنا ما نعملوش؟ وحتى المجلس الوطني التأسيسي الموازي ما شفناش قاعد ينشط ولا قاعد يقدم في قوة اقتراحية. شنو هي موقف حزب الأمان من التعطيل اللي قاعد ساير للهيئة المستقلة اللي أشرفت على الانتخابات يعني 23 أكتوبر؟ نسألك سؤال، أنا نسأل فيك. لا حتى نسألك سؤال، خلنا نسألك، أعطيني موقف، أعطيني موقف الحزب. أنت قلت الهيئة المستقلة للانتخابات، الهيئة هذه شكون كونها؟ هي تتكون من خبرات ومن ناس مشهود لهم بالكفاءة، كونت في مرحلة الحكومة الانتقالية الأولى بمرسوم يعني صحيح، وتحل بمرسوم آخر كان تخرجوا الحكومة الحالية، ما خرجش المرسوم هذايا. خلينا نكمل هناك تلكع. لا هناك هيئة تقول عن عبر رئيسها سي كمال الجندوبي أنها منذ ديسمبر 2011 قدمت مقترحات للحكومة الحالية من أجل بداية إعداد العدة للانتخابات القادمة، يعني استئناف تسجيل المواطنين إلى غير ذلك، وما يطلبه من وقت. إلى اليوم لم تتلقى الهيئة حسب ما قال رئيسها كمال الجندوبي تفاعل جدي أو إجابة واضحة. هذا ما نعيبه بالفعل بالضبط على الحكومة، لأن الحكومة تأخرت في إعادة هيكلة الهيئة المستقلة للانتخابات، لأنه اليوم الهيئة المستقلة للانتخابات كونتها الشسم المجلس حماية الثورة وتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، وذيك كانت مجلس توافقي. اليوم عندنا مجلس شرعي. كان الأحرى اليوم احنا بيني وبينك يعني اللوم مشترك على الحكومة وعلى المجلس الوطني التأسيسي. حري كان بالمجلس الوطني التأسيسي أنه هو يبادر باش يفعل في جلسة عامة أحد النواب ولا مجموعة ولا كتلة يطرحوا الموضوع، أي سيدي نحبوا نعملوا هيئة مستقلة للانتخابات. علاش الهيئة المستقلة للانتخابات في لحظة في 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 جلستين ثلاث جلسات في الاجتماع نتاع حماية الثورة وتحقيق أهداف الثورة، مجلس تحقيق أهداف الثورة، في ساعة كونوا الهيئة وترتبت وتوافقوا عليها الناس وصار عليها لغط، لكن توافقوا عليها العباد ومشيت وخدمة ممتازة جدا بشهادة جميع العالم. إيه علاش نعطلوها تو؟ احنا اليوم هذه الهيئة يلزم إعادة هيكلتها، يلزم تاخذ شرعيتها من المجلس الوطني التأسيسي، كان مش يزكيها كما هي المجلس الوطني التأسيسي، يزكيها، كان مش يحور فيها وشوية ويبدل فيها، يبدل فيها، وكان مش ينصفها نصف ويعود يشكل لجنة أخرى خليه يعمل. أما العيب اليوم واللوم الكل يرجع اليوم على المجلس الوطني التأسيسي وبالذات على رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، لازم ياخذ المبادرة هذه، لأنه هو يعني اليوم
يعني يزمو يفعل طيب علاش ننسفوها يعني علاش نبدلوها وننسفوها أنا 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 يعني باش تولي لعبه نتاع محاسسه سياسيه. المجلس الوطني التاسيسي نعرفوا شكون الاطراف اللي مسيطر عليه اللي هي الترويكا اغلبيه في المجلس الوطني التاسيسي، وبالمنطق هذا قادر الترويكا باش تجيب لنا هيئه اشراف على الانتخابات خارجه من الايبط نتاعها كما تقال معناها في حكايات اخرى، وما عملنا شيء معناها ترجع انه اللي باش يشرف على الانتخابات هو الفريق الحاكم. شوف ما ثماش اليه بارفي. احنا حزب الامان ندعو الى التوافق اكثر ما يمكن. حتى هيئه سي كمال جندوبي فيها وعليه وفيها ما نطعن فيها وكيفاش طريقه الانتخابات نتاعها، وانا وقت سيرت الموضوع وتابعنا الكتابات اللي صارت صار فيها لغط كبير، وفي وقت من الاوقات كثير من الناس انسحبوا على طريقه تشكيلتها وكيفاش تم التشكيله وكيفاش تم عملنا. لكن فما اجماع انا اديت مهامها بنسبه كبيره من النجاح. اديت مهامها. شوف اليوم عندي حصان جرى الكورس الاول وربحوا، مش اكيد انه الكورس الثاني مش يربحوا باش يهز الكورس الثاني. ايه هل عندي وقت انا باش ندرب حصان جديد على الكورس؟ عندي وقت، علاش ما عنديش وقت كيما تدرب الاول يدرب الثاني؟ هذيك احنا ما نحبوش مشاكل هذه مدام صار فيها لغط، وهي كانت انظار العالم كل مسلط عليه، وكانت من لون سياسي واحد وايديولوجي واحد. لا لا نحكي وكارت شرتاب فهمت. اليوم احنا نحبوا ننوعوا فيها اللون، ما نخليوش ايديولوجيا واحده تسيطر عليها ولا لون سياسي واحد هيئة الانتخابات عليها. تي ما هو لا خلفياتها يعني خلفياتها ايديولوجيه شنية هاي انت جدا لانه مكره اخاك لا بطل لا عاد لانه تحت انظار العالم ما تجيش كانت تعمل اي شيء اخر. يعني تتهمها انا كنت نجم تزور معناها متهمها انا من انا ما لست في موقع لا نتهمها ولا نزكيها. انا اللي نقول فما اليات مادام عندنا مجلس وطني تاسيسي شرعي يقعد مع بعض ويتوافقوا يطلعوا لنا هيئه مستقله انتخابات، يا ما يزكيوا هذيك ولا يطعموها بناس اخرين، والا اقبل الهيئه اعطيني القانون الانتخابي انا تدي تكون هيئه يزمك تكون معها تعطيها القانون اللي مش تلتزم به فهمت كيف. وبالتالي اليوم انا معك فما تلكؤ فما بطء شديد وفما قله حرفيه في التعاطي مع ملف الانتخابات، وهذا يخلي اللمبه الحمراء تشعل. علاش التاخر هذا؟ وانا ادعو من هنا من هالمنبر هذا ادعو الحكومه والمجلس الوطني التاسيسي الى الاسراع في اقرب وقت ممكن ب فتح ملف الانتخابات القادمه. يا جماعه راهو الوقت ما يسمحش والوقت ما يسامحش، الامور الايام تمشي فينا بسرعه، ونحبوا هالانتخابات والانتقال الى الشرعيه الدائمه من الشرعيه المؤقته للشرعيه الدائمه في اقرب وقت. باهي الانتخابات القادمه برشا تساؤلات تطرح عليها، لكن المرد نتاعها ينجم يكون زاد هذا السبب نتاع التلكؤ والتباط هذا في علاقه بالهيئه الانتخابيه هو اي نظام لتونس ما بعد الثوره. هناك صراعات وصلت معناها داخل اللجان بين الحلفاء في وسط الترويكا، يعني هذا يحب نظام برلماني والاخر يحب نظام رئاسي. حزب الامان يعني شنية النظام اللي يقترحه ولا التصور اللي راه الانسب لتونس؟ ويعني اتوقع انه النخبة السياسية كلها اجمعت على النظام الرئاسي البرلماني المندمج والمتوازي واللي فيه check and balance، يعني التدقيق والتعديل ويكون في سلطات كلها متوازنة وكلها منتخبة من الشعب. يعني رئيس الجمهورية يكون منتخب من الشعب. إلا حركة النهضة شذت عن هذا وأقرت النظام البرلماني البيور في مؤتمرها الأخير، وأظن أنه هذا لن يمر ولن يمر، سوف يمر ما تتفق عليه الأغلبية، والأغلبية الآن ماشية نحو نظام رئاسي برلماني مزدوج واضح فيه الآليات اللي رئاسة الجمهورية كمؤسسة ورئاسة الحكومة كمؤسسة مكونة من الأغلبية أو من ائتلاف غالبية في يمثل أغلبية في البرلمان. هذا هو اليوم باش نضمنه نوعا ما، وإن شاء الله يعني هذا النظام هو أقرب ما يمكن إلى أنه يخلي البلاد تسير في حالة توافقية ما فيها، إذا كان نجمنا نتخلصوا من عقدة التجاذبات الإيديولوجية والاستقطابات الإيديولوجية. يعني هو هذه هي العقدة اليوم تلقاها موجودة في الانتخابات، تلقاها موجودة في النظام الحكم، تلقاها موجودة في الهيئة، تلقاها ما زلنا هذه موجودة عند الطرفين، عند الإسلاميين وعند اليسار اللي كانوا في سبعينات القرن الماضي الإسلاميين في وقت من الأوقات دعموهم تساترة باش يعملوا تعديل كف التعديل ضد اليسار في الجامعة، واليسار في الجامعة في وقت من الأوقات تقوى على كذا، وصارت يعني تجاذبات للآن الناس ما زالت في ذاكرتها القديمة وما زالت في عقلها الباطن، وإرياجي بهذيك الخلفية هذيك. وهذا اليوم
مش في مصلحه تونس بكل. باهي ولو ان بعدنا شويه على السؤال اما خلينا نعطيك معناها نعطيك كلمه الختام اسكندر الوقت معناها داهمنا. نشكرك الحقيقه على معناها صراحتك وسعيك الدائم للهدوء والتغليب المنطق العقلاني والمنطق التوافقي الهادئ. سي اسكندر شنيا تحب تتوجه في كلمة الختام طبعا بسيفتك رئيس المكتب السياسي لحزب الأمان للمواطنين اللي يتفرجوا فينا في هالمرحلة هذية الدقيقة من حياة الجمهورية التونسية؟ والله نحب نتوجه أول شيء للنخبة السياسية مرة أخرى بأنه تركز على مشاكل تونس، وراه إذا ركزنا على مشاكل تونس كل الخلفيات الإيديولوجية تذوب، ونحاولوا أنه نجد الحلول براغماتية في أول شيء تحليل هذه المشاكل واللي يعيشها تونس، وهي بالأصل مشاكل اقتصادية بحتة. وبالتالي اليوم اللي ما هواش قاعد يوميا يفكر في حلول لمشاكل التنمية الجهوية ومشاكل التنمية في الجهات ومشاكل البيئة اللي قاعدة كل يوم تتأكل حولنا، مشاكل النظافة، مشاكل الدمار اللي خلفه بن علي في التوازن في توزيع الثروة بين الناس، في مشاكل التهريب اللي قاعد اليوم البنان والتفاح قاعد يدخلنا من ليبيا مع المازوت ومع الليسانس في ظروف صحية تعيسة جدا، بينما مواني متاعنا ما هيش قادرة باش تستوعب لأنه النظام المالي في البلاد ما هوش قادر، مازال يحب 2500 فرانك دينارين و500 على كردونة البنان 26 يوم. نعطيك معلومة مازالت في السيستام متاع الديوانة هذه اليوم. إذا ما نركزوش على المشاكل هذه مش نقعد نتلهو بالسفاسف الأمور واللي هي الصراعات الإيديولوجية والخلفيات والمحاصصة وإلى آخره. هذه نقطة الأولى. بالنسبة للمواطن أنا رأى أنه يلزم توان التحلي بالصبر والحكمة، لأنه رفع سقف المطالبات وسيرتو اللي نلاحظه في بعض الانفلات في العمل النقابي كما في مستشفى الهادي شاكر في صفاقس، كما في بعض الكلينيك بريفي شفت مؤخرا طلعت على بعض الملفات، كما في اللي قاعد يصير في بعض الشركات في الحوض المنجمي، كما نشوفه في بعض الاماكن في جابس، في كذلك في بعض الشركات كما معمل الفولاذ في بنزرت. اليوم هالانفلات هذايا في بعض النقابات الواحد والمطالبات الزايده اللي هي مش وقت وتوا احنا منهكين، خرجنا من منهكين من سرقات دامت 23 سنة، اقتصاد منهك، خرجنا من ثورة معناها خليت لنا الموسم السياحي اللي فات خسرناه، الموسم هذا هو بدينا نتعافاه شوية، الاحتياطي العملة الصعبة متاعنا تعب، البلاد معناها تحتاج إلى منظومة إصلاح شامل لإرجاع قيمة العمل. العمل قيمة العمل نفسه لدى المواطن التونسي فقد قيمة العمل، إذا الدينار قاعد يجلس شاك جور وقدام الورو والدولار الدينار التونسي راهو قيمة العمل لفالور متاع العمل عند التونسي قاعدة كل يوم تذوب وتتأكل، حتى أنه ماذا بيه يستنى ياخذ البلوشي وياخذ الحظيرة وما يقدمش في المقابل عمل، راهو إذا ما نخدموش في بلادنا راهو مش متحققوا ثروة. دونك اليوم العمل العمل وتركيز على أنه خلينا نسدوا الجواعة والبطالة ونلقاو لهم حلول، وخلي اللي عنده اليوم خدمة واللي عنده بلاصة ثابتة واللي عنده حتى مناولة يصبر شوية، راهو الوقت مش وقت مطالبات الآن. طيب. وقت عمل، وقت تغليب المصلحة الأسرة كل التواصل كل على المصلحة الذاتية الشخصية. طيب يعطيك الصحة سي اسكندر رقيق على حضورك معنا اليوم، شرفتنا في قناة الحوار التونسي وكذلك على كل هذه التحاليل والمقترحات في علاقة بالمشهد السياسي التونسي، وكذلك عرفتنا وعرفت المواطنين بحزب الأمان. نشكرك مرة أخرى. قناة الحوار التونسي طبعا تبقى مفتوحة لحزب الأمان ولكل الأحزاب السياسية اللي تقبل لها تلبي الدعوة، لأنه فما أحزاب معناها للأسف معناها وافقت ثم حتى الاعتذار ما اعتذرتش وما حضرتش ما شرفتناش. على كل حال يبقى هذا المنبر مفتوح لكل القوى السياسية والمدنية طبعا التي ترغب في إيصال صوتها للمواطن التونسي عبر شاشة الحوار التونسي. شكرا للسادة المشاهدين على حسن الانتباه، نلتقي غدا في موعد حواري قادم. شكرا لك. شكرا سليم، بارك الله فيك.